فروحتوا حضراتكم وحضرتوا هذه الجمعية، ايه بقى حكاية القايمة دي؟ والله احنا فوجئنا اثناء انعقاد الجمعيه العموميه باشخاص احنا افتكرناهم عمال للبوفيه، فعدوا علينا في احنا قاعدين مترصين في هيئه صفوف، ففوجئنا انهم بيوزعوا قايمه ومكتوب عليها قايمه باغتيال الكفره. الكفرة. اعتبرونا ان احنا كفرة. حكموا عليكم خلاص. فوجئت ان انا اسمي فيهم، ده انت كنت اسمي رقم أربعة، موجود. موجود. كنت رقم أربعة حضرتك. طيب، السوابق بقى اللي دعيتهم إلى أول حاجة تكفيرك، يعني وضعك في قائمة الكفرة، وإن وضعك في قائمة اغتيال، يعني كان إيه الأحداث اللي قبلها دعيتهم لده؟ شوف انا هقول لحضرتك على حاجه، هو لا يخفى على سعادتك، يعني انا لما مسكت محكمه جنايات اسيوط، اول ما رحت محكمه جنايات اسيوط حكمت على مسؤول التنظيم العسكري بتاع الجماعه، وانا ما كنت اعرفه. ده كان امتى يا فندم؟ كان سنه 98. ده الحكايه قديمه، يعني هم هنا ده طار، يعني بيخلصوه. الجماعه دي عموما من سماتها انها ما بتنساش، ما بتنساش. وكل حد واقف في طريقها بتحطه، بتعتبره هدف. هدف. فحضرتك في 98 حكمت على المسؤول مسؤول العسكري او مسؤول التنظيم الجناح العسكري العسكري، بتاعهم. حكمت عليه، بس ما كنتش تعرفه لا، ما كنتش وقتها. اعرفه. انت بتحكم على انا متهم. قالوا لي ده الشرع في قتل ضابط في امن الدوله. في 98. وحكمت عليه ب 10 سنين تقريبا. وقتها. فدي كانت اول حاجه، دي كانت انه اول خلاص دخلت خطه حضرتك معاهم. قائمه الاهداف بالنسبه له. فبعد كده فوجئت بجوابات بتجيني وانا في استراحه في اسيوط، ان احنا هننسف القطر وهنعمل فيك وهنسوي فيك، وبعدين اجي البيت الاقي مكتوب على جدران السلم الويل للقاتل ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده.